لو الحكاية فيها إن فيتو حازم فتحي أولاد جزارة أولاد فتحي قبلها بثلاث اشهر كده كنا مجهزين شويه عجول ودخلناهم وحصلناهم عشان مرض الكورونا والحمد لله والشكر لله. التقسيم بيتم ازاي؟ بندي للعجول حقن. بندي لهم حقن للسخونيه وحقن للامراض اللي بتيجي للبهايم عامه. تمام. بالنسبه للاسعار اختلفت عن الموسم اللي فات؟ لا زي ما هي ثابته. زي ما هي ثابته. كل الشراء ولا؟ لا الحمد لله فيه. الحمد لله والشكر لله. فيه تمام. وبالنسبه للذبح؟ للذبح الحمد لله قبلها بثلاث اربع سنين كده كنا مجهزين مكان كبير عشان كان ممنوع الذبح قدام المحلات. مجهزين مكان يعني مخصوص؟ مجهزين مكان كبير قوي. بالنسبه لاسعار اللحمه بقى بتبتدي عندك من كام؟ كلها ب 145. 145؟ اه. تمام. وبالنسبه بقى للايه؟ الخروف. الخروف ب 65 والعجل ب 58. ده في الصح. اه. تمام. وبالنسبه للمذبوح؟ المذبوح كله 145. كان جوز او ضاني؟ كان جوز او ضاني. حاجه تحاول لا. في